السلام عليكم، بهرمان سعيد، ممثل جمعية أهل فاس لتجار السمك. المشكل اللي عندنا حنا الحواتة في هذا السوق، لا من ناحية التدبير ديالو، لا من ناحية التجهيز اللي فيه. هذا المجلس كنا كنتمناو فيه خير، أننا نلقاو حلول اللي مرضية لا للجماعة ولا للمهنيين. هاد الناس نهار الأول قالوا بأنهم داروا شراكة مع لوفيس. حنا بانتمائنا للفيدرالية تجدر السمك بحثنا في الموضوع، لقينا ما كاين لا شراكة ولا والو، مجرد هضرة. الآن كنشوفوا البارح عاوتاني في دورة تيقولوا بأنهم غيديروا شراكة مع المكتب الوطني للصيد البحري، ولكن هما كيعملوا على دورة ديال لي منطقة. هذا التدبير واحد الوقت هاد الناس جاو النواب البرلمانيين ديالهم داروا المرفق وقالوا بان الله من هذا منكار، هذا الشيء خصو ما يبقاش، وهذا التدبير اقتصاد الريع. هذه هضرتهم، الان ما لقاوش الحل الا في اقتصاد الريع. دابا حلوا طلبات الترشيح اللي منتظر، ولكن هاد الناس كيديروا هذا الشيء كله وفي غياب المهني اللي هو اللي كيعاني، لانه هو اللي عنده حاليا اكراهات اللي هي صحيه. دابا الحواته تقريبا 70% كلهم كيعانون من امراض مزمنه، اما الحكه اما التنفس، كاين تما وفيات مجهوله. هذا الجانب البيئي بعدا اللي هما كيتحملوا مسؤوليته، لان السي العمده هو المسؤول بالصحه الجماعيه، يجي لهذا الجانب بعدا يصلحوا عاد يقلب كيقدر يدبر هذا السوق. وهذا السوق كنصيحه منا حنا كمهنيين، المغرب دخل في شراكه مع في الالفيه، تعطات فلوس باش تبناو مراكز ديال البيع في اسواق نموذجيه. هاد الناس ما قادرين لا على بين سوق نموذجي، هادي دابا مرتين هما تيأكدوا بانهم داروا شراكه، وهاد الشراكه راني تنقول وكنصرح بان راه ما كايناش، هادي مجرد هضره. ولكن الخطير في الامر في هاد الدوره هو انهم كيقول لك داروا شراكه مع المكتب الوطني للصيد البحري، هادي هضره في دوره، وهما تيقدموا فتحوا دوره ديال لي مونداتير. اذا هناك اشياء غتدار في غيابنا، حنا ما غنقبلوهاش. حتى كان هذا الوكيل عمرو لم يتم اخباركم نهائيا؟ ابدا. ناس جايين لسياسه فوقيه محضه. المجلس السابق الا كانت فيه ديكتاتوريه والمشاكل وداكشي اللي كان كيتسمى في ذاك الوقت، بعدا كان عندهم موقف واضح وصريح من اقتصاد الريع، قدوا سدوا السوق على اساس ان الوكيل لا يقوم بمهامه، وضربوا في التدبير ديالو، قلبوهم على فكره تدبير المفوض. هاد الناس الان جايبين نص الاسطوانه القديمه ديال التدبير ديال 1962، قلنا سيدي مرحبا، حنا خصنا غير نترقاو صحيا بعدا الدرجه الاولى، وهذا المواطن الفاسي ياكل الحوت بجوده ماديا. دابا حاليا اللي يقرا السيت كله راه كاين اللي داير فايل، كاين اللي ساله. اضف الى هذا جايبين فكره هاد المنضطر، هاد المنضطر راه خصو يشتغل شروع المهنيين، لان المهنيين كيعرفوا النزيه وكيعرفوا الشفار، وخصهم يمشيو يدوروا لي بور الا كانوا كيهمهم هذا الموضوع، ويمشيو للجمعيات ويمشيو للفيدراليات ويقولوا شكون النزيه تما. انا سمعت مؤخرا ان واحد باغي يتقدم للوكاله كيجمع على الناس مليون مليون، واش هذا غيحرك السوق؟ هذا يخلص فلوس؟ يعني هذا الشيء راه ماشي سهل، ولا لا داروا شي حاجه في غياب المهنيه يكون متاكد ان دائما سيظل هذاك المشكل. السوق راه خص لوفيس تجي ليه. دابا هاد الناس عطاو على ما سمعت قال 36 شهر او 48 شهر، يعني كيقولوا لنا 4 سنين. حنا السؤال المطروح على هاد الناس، هاد 3 سنين 4 سنين باش غيدبر هاد السوق؟ اذا واش كيوهمونا؟ ما خلينيش الناس غيزيدوا يقدموا، الناس اللي شرفاء وغادي يزيدوا يحطوا ملفات اللي هي وازنه، المشكل القانوني ديالهم يعني في الوثائق اللي كتطلب هذا كيبقى شغلهم، ولكن راه الشخص راه تيهم المهني، راه خصو تكون عنده مصداقيه، ما يكونش شفار، رسم عند فاس ملطخه. لم يتم اشراك المهني في جميع القرارات اللي تبقى. بالباتات والمطلق، ولكن اللي ما تيعرفوش هما خصهم يفهموا من عندي انا، هما راهم مرحله، حنا راه حواته، غنبقى ديما حواته، هما الان يدبروا غدا يقدروا ما يدبروش، ولكن ما يفرضوش علينا شي حاجه اللي ما تيفهموش فيها هما، تسمى عيطوا لنا يجلسوا معنا، حنا ولاد المهنه، حنا كنعرفوا في الحوت، هما ما تيعرفوش، هما تيعرفوا في الوراق. راه حتى في ديك خصك تكون ولد فاس وجلسه، هذيك راه نورمالمون راه خطا، هذاك راه قبيح. تحل هذه المباراه سيدي تهلا براني، ولكن يكون نزيه، يكون قادر، يكون غيفعل في الاتجاه الصحيح.
يهز من القوه الشرائيه بزاف ديال الحوايج هادو. هذا راه موضوع مازال خصو يتناقش. راه الدوله الان كتبحث على قانون ديال الدوزيام فونت، هادشي ما كيفهموهش هما. هما ما تيعرفوش قانون استراتيجيه تاليوتيز، ما كيعرفوش قانون 14.08، يجهلون كل شيء. راه بحال اللي فاز منطقه لا توجد في المغرب. الا كان المجلس السابق دار خطا ما انه ما فهمش ولا كانت عنده شي حسابات معينه ما نعرفش، ولكن هادو راه الطمه الكبرى. كانوا كيقولوا لنا هذوك الاخطبوط، هذا اخطبوط بلون وهذا اخطبوط اخر، راه في صياغه جديده. لهذا راه خص بالاسم، انا غنهضر السي الحاتي يكون يجلس مع المهنيين ويسمع من المهنيين ويقول شنو بغاو هاد المهنيين. كتقولوا التشاور فين هاد اللغه ديالكم الكبيره؟ وكنقولوا اقتصاد الريع، انتم داخلين له بالعمق. اقتصاد ريع وفي ريع، يعني من يكون هنا اللي ما كنعلموش الحواس راه باينين ديال مدينه فاس، وباين اللي يقدر يحرك في داك السوق، وباين اللي غيجي غير ينصب في داك السوق.